احنا مجموعة سيدات تعلمنا على صناعة الصابون، يعني بداية نساعد انفسنا ونساعد عيالنا. ومنضيف لها كمان احنا مواد ثانية، الوان وعطور وكحول، مشان منه مادة يعني بتنظف الايد ومنه بتعقمها. واحنا بنعمل هذا الصابون مساعدة للاجئين السوريين كونه رخيص ومادة فعالة يعني. During this time they are giving back to the community, making soap, sharing with their neighbors and sharing the message of having good hygiene practices.